يعني اللي حصل هو أنه كان هناك شب حريق مفاجئ، حتى اللحظة ما نعرف أسباب الحريق، بس بالغالب راح يكون بالغالب الشكوك أن يكون عن مس كهربائي. وتم السيطرة على الحريق، وحاليا احنا في يعني طور بس نشوف كيف نعالج الأضرار الجانبية اللي صارت. أهم شيء يشوفون المسرح في حالة جيدة جدا، البرفنكشي أريا في حالة جيدة جدا، فقط المنطقة المحصورة اللي صار بيها المشكلة سوف معالجتها بشكل كامل. أنا عندي ثقة كبيرة بأوراسكوم، وعندي ثقة كبيرة بالناس اللي عاملين البناء، وأكيد راح يعالجون هالموضوع هذا بشكل كبير وبشكل سريع، لكن ما أقدر أحدد فترة زمنية، بس هي موضوع العلاقة بيوم ويومين في أقصى تقدير. تمام. المكان اللي نشب فيه الحريق كان مخصص لإيه بالضبط؟ المكان كان مخصص بالغالب لمكانات لعرض يعني شركات، يعني في كابينات يسموها كابينز، اللي المفروض الشركات تعلن موادها هناك. يعني أقصد في هذا المكان عادة كان هناك مجموعة من أشباب الأكشاك، اللي خلال فترة المهرجان شركات تقدم عروض بها لبضائعها وأماكنها. طبعا قبل ما تشغل هاي من قبل الشركات في طور البناء اللي صار هذا الشيء. نفس المكان راح يتم عمله لهاي الشركات، وراح ننجز اللي نقدر ننجزه في هاي اليومين القادمين، وانا متاكد من انه الامور راح تمشي بشكل جيد جدا. طيب ايه ابرز تعليمات مستر سميح او مستر نجيب بعد الحريق؟ يعني ايه الحاجات اللي يعني اكدوا عليها؟ بالتاكيد على انه اولا احنا في موعدنا، واعتقد يعني مستر سميح طلع من عنده فيديو انه المهم ما تكون هناك اضرار، اهم شيء انه يكون اضرار بسيطه. واحنا موعدنا بالمؤتمر الصحفي بموعده الساعه 4، وغدا موعدنا بالضبط لم يتاخر ولا ثانيه واحده ما يتعلق ببدايه حفل